ومن جهته قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا. أشار بوريل في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على اعتماد آلية جديدة لتوجيه رسالة لموسكو. عدد كبير من الضحايا المدنيين قد وقع، وهذه لحظات يجب فينا عليها أن نقف معا، وهنا تبرز أهمية الحلف عبر الأطلسي. نحن في الاتحاد الأوروبي قررنا فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي سوف تؤذي الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد، ونحن ندعم حق الشعب الأوكراني بالدفاع عن نفسه، ونحن طبعا مندهشون لسبالة الشعب الأوكراني وشجاعته. من المهم أن نطلق أو أن نرسل رسالة إلى الآلية في موسكو ونقول أننا نعتبر هذا أو ما يقترفه النظام جرائم حرب، وهذه لحظات حيث يجب أن نكون فيها متحدين، لأننا لا يمكننا أن طبعا أن نسمح بتفوق هذه الحرب. أنا أتوقع من الناتو المزيد من الوحدة وجاهزية للتصرف.